مساء الخير جميعا. نلتقي في هذا المساء في ندوة بعنوان الحقوق والحريات السياسية ما بين الميثاق والتشريع، في الرابع والخامس عشر من فبراير الجاري 2021 يمضي 20 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني، عندما صوت شعبنا عليه في ذلك التاريخ من عام 2001 وحصل على نسبة 98.4% في إجماع وطني قل نظيره في التاريخ السياسي البحريني. جاء التصويت على ميثاق العمل الوطني ليطوي صفحة سوداء في تاريخ البحرين بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين من الخارج بعد حقبة قانون أمن الدولة وتدابير محكمة أمن الدولة التي استمرت من تاريخ حل المجلس الوطني في 26 أغسطس عام 1975 حتى تاريخ التصويت في 15 فبراير 2001. مضى 20 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني بعد أن شكل الحدث الأهم في بداية الألفية الثانية الميلادية في البحرين وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي. كانت الأنظار والتطلعات المأمولة بأن تتطور التجربة الجديدة في بلادنا نحو نقلة نوعية للتحولات الديمقراطية والإصلاح السياسي بمزيد من التغيير والديمقراطية في ظل عهد جديد جاء ليواكب التغيرات والتحولات في العديد من بلدان العالم من أجل إيجاد مسارات جديدة في بنية النظام السياسي القديم والقيام بإلغاء القوانين المعيقة للتحول الديمقراطي من الحقبة السابقة، عوضا عن إصدار قوانين جديدة لا تحد من الحريات العامة ولا تقف عقبة في إحداث الإصلاح والتغيير السياسي المنشود، بالأخص بعد أن تم السماح بتشكيل الجمعيات السياسية أحزاب سياسية ما بين قوسين والنقابات العمالية والمهنية والعديد من منظمات المجتمع المدني والسماح بإصدار جرائد يومية وأسبوعية وتوسيع هامش الحريات العامة. كان ملحوظ النشاط السياسي والمدني في البلاد. في هذه الندوة يحدثنا اليوم المحامي حسن إسماعيل، فليتفضل. الحضور الكريم الملتزم بقواعد التباعد الاجتماعي والمحدود، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذه التحية وهذا السلام موصول إلى كل من يتابعنا على قناة يوتيوب التقدمي، يتابعنا حول موضوع من الموضوعات المتعلقة بالحقوق والحريات السياسية في الميثاق وفي التشريع أو ما بين الميثاق والتشريع. مثل ما تفضل الرفيق فاضل في تقديمه للندوة، في 14 من فبراير القادم ستحتفل البحرين بالذكرى 20 لإصدار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير عام 2001، إذ أقبل المواطنون في هذا اليوم واليوم التالي له ممن بلغ 21 سنة من عمره إقبالا شديدا على مراكز التصويت، ووافق الشعب البحريني عليه بنسبة 98.4%، فصار هذا اليوم احتفالا وطنيا تشهده البلاد، وبدأ الشعب تجاوبا تاما مع رغبة جلالة الملك في تطوير النظام السياسي للبحرين في استفتاء عام سادته النزاهة وحسن التنظيم وروح الوحدة الوطنية أشادت به كافة طوائف الشعب ودول العالم. وهذا يعني إن شعب البحرين حين صوت على الميثاق كان قد وافق وارتضى على ما نص عليه من مبادئ أشير إلى تلك التي تتعلق بموضوع الندوة، وهي 1. إن شعب البحرين يتطلع بكل ثقة وعزم إلى مستقبل مشرق ملؤه الحرية والمساواة، ركيزته العدالة
وقاعدته المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب في مسؤوليات الحكم. اثنين، كما جاء في الميثاق إن نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور. ثلاثة، إنه نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازنا يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة والفصل بين السلطات الثلاث، وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديواني الرقابة المالية والإدارية. أربعة، يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون. بهذا المعنى فإن مبادئ ميثاق العمل الوطني شكلت الأساس لما سمي بالمصالحة بين الحكم والمعارضة في البحرين بعد صراع طويل حدث قبل الاستقلال وبعده. خلال هذه الصراع طالبت المعارضة بالعدالة الاجتماعية وبضرورة وجود تحول ديمقراطي حقيقي في البحرين ينقلها من حال إلى حال تتعزز فيه الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد تم بموجب هذه المصالحة أن تنازلت الدولة عن ممارستها في مقابل ذلك وافقت قوى المعارضة على أن تعبر عن حقوقها بالوسائل السلمية وقبول إقامة مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي وقبول الدولة والتعايش معها. لقد كانت مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية التي تشكلت بعد إقرار ميثاق العمل الوطني وحتى أحداث فبراير 2011 تعج بالحركة والنشاط للتعبير عن نفسها وإقرار برامجها السياسية بحرية رغم التحفظات التي أبدتها القوى السياسية على طريقة إصدار الدستور في 14 فبراير 2002 وعلى إصدار حزمة المراسيم للقوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية خلال الفترة الواقعة ما بين صدور الدستور وانعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني في 14 ديسمبر 2002. نقول نعم، مارست مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات السياسية نشاطها نحو تحقيق أهدافها وطرح برامجها خلال تلك الفترة بحرية، وعقدت مؤتمراتها الحزبية ونظمت وشاركت في مؤتمرات الحوار الوطنية الخاصة بها أو تلك التي نظمتها الحكومة، وشاركت ونظمت المسيرات والتجمعات رغم القيود التي سنت في التشريعات التي تنظم عملها، منها قانون الجمعيات السياسية ومنها قانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. ما هو إيش؟ ما هذا؟ ما بتعرف قال لك من الباحة سيئة، خلاص يلا فقط شغال ترى مع التعريف. كما شاركت في الانتخابات النيابية والبلدية رغم ما كان يعتري النظام الانتخابي من عوار وعيوب جاء بها المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية أو المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، وعيوب أخرى اشتمل عليها مرسوم تحديد المناطق والدوائر الانتخابية. وقد كانت مؤسسات المجتمع المدني أهلية وسياسية تستند في المشاركة في الحياة المدنية والسياسية في البحرين على المبادئ التي جاء بها ميثاق العمل الوطني، وكانت ترى فيها أساساً ومرتكزاً
نحو تعزيز وتطوير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والبناء على ما تحقق من حقوق وحريات نسبية نحو تحول بمقاضي حقيقي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية. غير أن الطريق إلى إقامة مثل هذا النظام السياسي الديمقراطي بالمواصفات التي تحدث عنها ميثاق العمل الوطني قد اعترته الكثير من المعوقات أدت إلى عدم توافر الأسس الأولية التي تحكم التحول الديمقراطي، إذ غابت المسؤولية المشتركة بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني لوضع هذه الأسس، أهمها الأسس المتعلقة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع المشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان وما يتطلب ذلك من إزالة إرث القوانين والتشريعات الثقيل الذي ورثناه من الحقبة السابقة ووضع تشريعات وقوانين جديدة تساعد على تطور المجتمع نحو الديمقراطية المنشودة تمكنه من خلق مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. من جانب آخر، لم يكن لدى بعض قوى المعارضة السياسية استعداد للوصول لحلول الوسط وقادرة على حل الصراعات بطريقة سلمية، فإن ذلك نحسبه كان شرطاً لازماً من شروط أخرى لأي تحول ديمقراطي. لقد كان المنبر التقدمي ولي الشرف الانتماء إليه بما يملكه من امتداد تاريخي يمتاز به، من خبرة سياسية غنية وخطاب سياسي ناضج متزن، رغم مغادرة بعض رفاقه العمل السياسي لأسباب متعددة. قد شخص المنبر أسس التحول الديمقراطي الذي ينشده من خلال برنامجه السياسي وتعاطى بواقعية مع كل التحول الذي انعقد في 26 يناير 2006 في فندق الخليج بورقة تناولت فيها مدى حرية التنظيم السياسي في هذا القانون، ويمكن الرجوع إليها منشورة على موقع التقدم الإلكتروني. في سنة 2004 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإجراء تعديلات على قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقد عقدت القوة السياسية اجتماعات متعددة لإبداء ملاحظاتها على هذه التعديلات، وكانت تقدمي حاضرا بفعالية فيها وقدم رؤيته عليها، وقد أشرت إليها في مقال نشرته الوسط على حلقتين بعنوان قراءة نقدية لتعديلات الحكومة على المرسوم بقانون التجمعات، ما زال منشورا في صحيفة الوسط. غير أن هذه التعديلات أقرها المجلسان في سنة 2006 بعد نقاش استغرق تقريبا سنتين، رغم ما اشتملت عليه هذه التعديلات من إيجابية ظلت مصطدمة بأحكام الدستور، متعارضة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحق التجمع السلمي. في عام 2007 وضع التقدم وثيقة الإصلاح الدستوري اشتملت على أبرز المواد الدستورية التي يتعين تعديلها وشابها عيوب كشفت عنها تجربة الفصل التشريعي الأول، وهي مدونة في كتيب ضمن مطبوعات التقدمي. 5، قدم المنبر التقدمي بتاريخ 29 مارس 2008 في مؤتمر الحوار الوطني الثاني تم تنظيمه من قبل الجمعيات السياسية ورقة في محور القوانين والتشريعات المناهضة للتمييز بعنوان قراءة في تقرير مملكة البحرين الأول بشأن المراجعة الدورية الشاملة، وكان لي الشرف في تقديمها وهي منشورة على موقع التقدمي والحوار المتمدن. في عام 2009 طرح المنبر التقدمي وثيقة إصلاح النظام الانتخابي في البحرين، وضعت أسس ومعايير لتعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، ما
محاولة منه للوصول إلى توافق مجتمعي لهذا التعديل بجعل البحرين 5 دوائر انتخابية بدلا من 40 دائرة، وذلك بدمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها دون النظر إلى حدود المحافظات، على أن يمثل كل دائرة انتخابية 8 نواب ولا يحق لكل ناخب اختيار أكثر من 3 مرشحين، وتحدد الدوائر وحدودها بموجب قانون على أن يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى أكثر من 15%. ولمزيد من الاطلاع على هذه الوثيقة يمكن الرجوع إليها منشورة على موقع التقدم الإلكتروني. غير أنه ليس في مقدور من يتابع العمل السياسي الشأن السياسي في البحرين أن يتجاهل أن السلطة التنفيذية بدلا من أن تعزز الحريات النسبية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي وتطويرها، ونقصد بها حرية وحق التنظيم السياسي، حرية التعبير والصحافة، حرية وحق التجمع السلمي، حق الانتخاب والترشح لمجلس النواب والمجالس البلدية وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، وضعت من القيود والعراقيل في مواجهتها، فلم تنصت السلطة التنفيذية للملاحظات الجوهرية الهامة التي أبدتها القوة السياسية على قانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات والمسيرات وقانون الجمعيات الأهلية ومرسوم بقانون الصحافة والنشر، ووضعت الكثير من الحجج التي لا تتفق مع حرية التنظيم السياسي عند توفير أوضاعها، كما جعلت التجمع السلمي تحت وصايتها ولوحت بتطبيق العقوبات المشددة منها ما نص عليه قانون العقوبات، وقامت بغلق حتى المواقع الإلكترونية التي تعبر عن الرأي، ومنعت إقامة بعض الندوات، ووضعت العين الحمراء على بعض الصحف المحلية، وأوقفت نشرات الجمعيات السياسية، ولم تستجب لأي تعديل دستوري حقيقي يعالج ما كشف عنه واقع الفصول التشريعية للحياة النيابية من قصور، أو تعديل للنظام الانتخابي يعالج ما شابه من انعدام في العدالة والمساواة، وهي بذلك أي السلطة التنفيذية لم تجعل من مؤسسات المجتمع المدني المسجلة والمعترف بها بما فيها الجمعيات السياسية شريك لها في بناء الدولة الحديثة، وأصبح الهاجس الأمني هو السائد لديها في علاقتها مع هذه المؤسسات. من جانب آخر، لا يمكن للمتابع للشأن السياسي في البحرين أن يتجاهل أن القوى السياسية لم تكن قادرة على إدارة الصراع باتفاق يوحدها في المشتركات وفي قراءة الواقع السياسي الذي تكون بعد إقرار الميثاق في ظل دستور 2002، ولم تكن موحدة في المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، ولم تدرك جمعيات الإسلام السياسي، ولم تتقن أهمية العمل السياسي كفن في حدود المتاح يراعي ميزان القوة ولم تدرك أهمية وضرورة التحالفات كركيزة من ركائز التحول الديمقراطي، إذ على الرغم من صحة مشاركة بعضها في العملية الانتخابية عام 2006 و2010، غير أنها لم تصل إلى أهمية وضرورة الوحدة الوطنية في أبرز مظاهر التحول الديمقراطي وهي الانتخابات، والدخول فيها بكتلة وطنية انتخابية تجمع كل القوى السياسية، فشاركت وحدها منفردة تحت ما عرف بالقائمة الإيمانية، ولم تجد نفعا محاولات هذه القائمة في ظل النظام الانتخابي القائم دعمها لمرشحين من قوى سياسية أخرى بطريقة فردية. وقد استمرت هذه الرؤية الناقصة في فهم العمل السياسي في انتخابات 2010،
وجاء انسحابها من مجلس النواب ليؤكد صحة ذلك، ولم يدرك بعضها الآخر أهمية وضرورة العمل في إطار قانون الجمعيات السياسية، ولم تتعاضى مع أحكام الدستور، ولم تفطن حركة بيان الانطلاق الإسلامية التي أصدرت بيانا تتنصل فيه من ميثاق العمل الوطني بأن بيانها كان متطرفا لا إجماع عليه، وأن ميثاق العمل الوطني كان وسيظل ملزما لأبناء الشعب. في مقابل ذلك لم تستطع جمعيات اليسار الديمقراطي رغم عراقة هذا التيار في النضال من أجل العدالة الاجتماعية، ورغم ما يمتاز به من تاريخ عريض وتراث وطني مشرف وبما يمثله من كتلة اجتماعية وخبرة سياسية غنية وكم من هائل من العناصر الوطنية، أن يستثمر مساحة الحرية النسبية التي انتزعتها بعد تضحيات جسام، وافتقر لوجود برنامج الحد الأدنى الذي يوحده في المشتركات وفي إدارة الملفات الوطنية، وعجز أن يكون قوة مجتمعية موحدة ضاغطة مسموعة. وقد ساهمت وعززت من هذا الواقع سالف البيان أحداث 14 فبراير 2011 وما تلتها من تداعيات وانقسام، ليس في المجتمع فحسب بل انقسام في المعارضة بين قوة واقعية تنشد الإصلاح وتقبل بالحوار، وقوة متطرفة تنشد تقرير المصير بإسقاط النظام وترفض الحوار. لست هنا بصدد مناقشة أسباب أحداث 14 فبراير 2011 والطريقة التي تمت فيها إدارة الصراع، ولكن يمكن القول بعبارة واضحة وصريحة بأنها عرضت العمل الأهلي والسياسي إلى انتكاسة، وأضحى عمل مؤسسات المجتمع المدني أهلية وسياسية باهتا وتأثيره محدودا، وأصبح المجلس المنتخب مجلس النواب في فصوله التشريعية التي أعقبت أحداث فبراير، سواء من حيث تكوينه أو من حيث دوره الرقابي والتشريعي، سهل الانقياد، ينشد تعاونا مع السلطة التنفيذية على حساب دوره واختصاصه وعلى حساب حقوق المواطنين المحلي. بالأكثر من ذلك ساهم في وضع قيودا جديدة على القيود التي نالت من هذا الدور وهذا الاختصاص، بل أنه ساهم إلى حد كبير بتعديل التشريعات والقوانين القائمة المتعلقة بالحق في العمل السياسي والأهلي، وتلك المتعلقة بالحق بالانتخاب والترشيح للانتخابات النيابية، ويمكن أن يشير إليها بإيجاز فيما يلي. أولا، القيود الجديدة على مباشرة الحقوق السياسية. قانون مباشرة الحقوق السياسية حين صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 14 سنة 2002 كان متوافقا مع ما نص عليه ميثاق العمل الوطني، من مبنى نص عليه هو في الميثاق: يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشح. وجاء الدستور 2002 ليؤكد هذا المبدأ ويضيف إليه في المادة 1 البند ها: ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون. إذن قانون مباشرة الحقوق السياسية حين صدر في 2002 وضع قيدا واحدا معقولا على الحق في الانتخاب والحق في
ترشيح لمجلس النواب، فنصت المادة الثالثة من يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها. نقطة. هذا اللي كان منصوص عليه في قانون، غير أن هذا النص للأسف تعرض للتعديل في 2006، وضع قيود جديدة على الحق في الترشح لمجلس النواب، خصوصا على الحق في الترشح، فحرم ومنع المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره. وعلى الرغم من القوة السياسية كانت تتطلع لتعديل هذا القانون، فإن مجلس النواب وهو في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع وافق على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من مرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأضاف قيود جديدة تمنع المواطن من حقه الترشح، رغم أن النص الدستوري يقول لا يحرم أحد من حق الترشح والانتقال. ممكن أن تحرم ضمن القيد اللي وضعه قانون مباشرة الحقوق السياسية أول ما صدر. المحكوم عليه القيود الجديدة اللي وضعها في 2018، المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وأن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه الاعتبار، مثل ما كانت موجودة في 2016. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على 6 أشهر وإن صدر بحقه بشأنه عفو خاص من العقوبة. قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعلية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، كل من تعمد الإضرار وتعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وقد في الحقيقة تناولنا في العديد من الندوات والمقالات وورش العمل وفي مرئيات التخدمي عيوب قد بينت أنا شخصيا بالشرح والتفصيل في ندوة عقدت هنا في التقدم بتاريخ 4 مارس 2018 بعنوان قراءة في مسار الأداء البرلماني مدى مخالفة هذه التعديلات لمبدأ السيادة الشعبية والاقتراع العام المنصوص عليها في الدستور وعدم انسجامها مع المعايير الدولية، بل مخالفة للآثار المترتبة على رد الاعتبار والعفو الخاص من العقوبة ويمكن الرجوع إليها منشورة على موقع. ولا تنحصر هذه القيود في الحقيقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بل تمتد إلى المرسوم المتعلق برسم الدوائر الانتخابية وتشكيلها. طبعا لم تتم بموجب قانون، بل صدرت عن السلطة التنفيذية بموجب مرسوم. وقد تناولنا في العديد من الندوات والمقالات وورش العمل وفي مرئيات التقدمي عيوب إصدار الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم حين حدد الدوائر الانتخابية التي أشرت إليها سلفا.
هذا التقسيم للدوائر على أساس مناطقي ساهم إلى حد كبير في سقوط من يمتاز بالكفاءة من المرشحين لمجلس النواب، وعزز من دور العلاقات الأسرية والطائفية في اختيار المرشح. قد يكون تقسيم دوائر الأربعة المنصرمة والفصل التشريعي الحالي كيف سعى معظم النواب للاهتمام بمشاكل دائرته بطلبات رصف الشوارع وإنشاء مدارس ومستشفيات وغيرها من الطلبات الخدمية الخاصة بدائرته، كل ذلك على حساب القضايا العامة والوسائل الرقابية والتشريعية. ولعل هذا ما جعل رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالي أحمد الكوهجي في نوفمبر 2019 أن يرفع رسالة شكوى إلى رئيسة مجلس النواب عبر فيها عن انزعاجه من تدخلات بعض النواب الشمالية في العمل الخدمي، والذي هو من صلب عمل المجالس البلدية كما قال في رسالته. ولا شك أنكم تابعتم كيف كانت الإقامة العادية. طبعا القيود التي وضعها المشرع العادي واضع القانون على الحق السياسي في الانتخاب والترشح لمجلس النواب تمتد إلى المادة الثالثة أو المادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون، حين نص على كل مواطن، هي قضية مهمة طالما احنا يعني مقبلين على انتخابات قادمة، من كل على كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت في بطاقته السكانية. بل إن هذا القانون في المادة 13 أعطى كل من تقدم للترشح الاعتراض على إدراج اسم أيا من المرشحين لا يقيم إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها. ولا شك أنكم تابعتم كيف كانت هذه الإقامة العادية سيفا مسلطا على الكثير من المترشحين أصحاب الكفاءة، وأسقطها وجعل من الشرطة رقيبا على المرشح المقبول من قبل لجنة الإشراف لمعرفة أين ينام هذا المرشح، في مسقط رأسه أم في مكان إقامته العادية. ولم تجدي محاولات بعض المرشحين الاعتراض على إلغاء حقهم في الترشح أمام القضاء الذي استند في رفضه الاعتراض على المواد سالفة البيان من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وإذا كانت هذه أحكام القضاء صحيحة من الناحية القانونية، لكنها بالقطع واليقين حسب تصوري لا تعد كذلك من الناحية الدستورية، فهي تخالف أحكام الدستور، وأشير إليها باختصار كما يلي. الدستور ينص صراحة في المادة 57 على أنه يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون اسمه مدرجا في إحدى جداول الانتخاب دون أن ينص على شرط الإقامة العادية، هاي الدستور، وأن اشتراطها في قانون مباشرة الحقوق السياسية يخالف النص المذكور، ويؤكد عدم اشتراط الإقامة الفعلية أو العادية انسجاما مع الدستور قانون مجلسي الشورى والنواب، نص على أنه يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون اسمه مدرجا في جداول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ما فيها الإقامة. وهذا يعني بحكم الدستور أنه يكفي في المرشح لمجلس النواب أن يكون اسمه موجودا في جدول الناخبين في الدائرة والمعتمد والمقبول من قبل لجنة الإشراف وحسب العنوان المسجل في الجهاز المركزي للإحصاء، ولا ينال من ذلك أن يكون المرشح قد بدل عنوانه قبيل الانتخابات بناء على طلبه إلى دائرة إلى الدائرة التي ولد ونشأ فيها ويحظى بوجود وحضور اجتماعي فيها.
يعني قيد مجلس النواب قيد نفسه أيضا بوضع بعض تعديل القوانين، منها مثلا وهي سابقة ليس لها مثيل في الاستجواب، اشترط لجديته الثلثين، هذا طبعا اقتراح من مجلس النواب وصدر، تم تعديل اللائحة الداخلية. أيضا قيدوا الأسئلة، الأسئلة أيضا تم تقييدها، وفي عندي مقال نشر في نشرة التقدم حول هذا الموضوع، أنا ما أريد أطول لأن فيها وايد فاضل أمور، لكن أيضا وضع في قيود جديدة وضعت على الحق في التنظيم السياسي، يعني شرحناها ووضحناها في ندوات عديدة كيف أنه يعني كان يخلط بين الجمعية، قانون الجمعيات السياسية يخلط ما بين الجمعية السياسية كشخصية اعتبارية وبين أعضائهم بصفاتهم الشخصية، حين نص على سريان أحكام القانون، قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية، كل ذلك بينت في ندوات عرضت هنا. أو خلاصة القول فيما تقدم بشأن القيود المفروضة على التنظيمات السياسية سواء كانت في الأصل أو الجديد منها، نقول إن إذا كان قانون الجمعيات السياسية ينص في مادتيه الثانية والثالثة على أن الجمعية السياسية تعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة بقصد المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، وتسهم الجمعيات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية، وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. هاي نص عليه من قانون الجمعيات السياسية في المادتين. إذا كان نص كذي فإحنا نؤكد ونرى بأنه من أجل تحقيق ما نصت عليه المادتين سالفة البيان أنه لا بد من رفع هذه القيود وإعادة النظر فيها، وإعادة النظر فيما جرى من حل لبعض الجمعيات السياسية وما ترتب عليه من تصفية أموالها وغلق مقارها بحيث يتم توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رغم القيود التي تعتري. وتجدر الإشارة هنا في الخاتمة أن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أصدرت بيانا في 4 فبراير قبل كم من يوم أبدت فيه دعمها لمسيرة العمل المشترك بين الجمعيات السياسية في مختلف القضايا والملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك. ومن جهة أخرى شددت اللجنة المركزية في التقدم على أهمية تعزيز أوضاع الجمعيات السياسية في الفترة القادمة ومعالجة العقبات التي تواجه العديد منها، خاصة بعد توقف الدعم المالي لها وتراكم الأعباء المالية عليها مما أدى إلى إغلاق مقار بعضها، ودعت إلى بحث ومعالجة هذه الأوضاع وإعادة الدعم المالي لها لكي تقوم الجمعيات السياسية بدورها بالشكل المطلوب في الفترة القادمة. خاتمة، رغم كل الظروف التي تحيط بالعمل السياسي سنظل محكومون بالأمل، نتعاطى دائما مع الواقع لكن ليس باعتباره واقعا ساكنا لا مفر منه، بل واقع متحرك نخلق منه واقع أفضل منه. هكذا قال حين صدر دستور 2002 الوطني المخلص والشخصية الوطنية المرموقة أحمد الذوادي الذي فقدته البحرين والحركة الوطنية في 8 يوليو 2006
وما زال حيا في ذاكرتنا الوطنية، رحل لكنه ظل محكوما بالأمل بواقع أفضل مما كنا فيه. وأقتبس مما قاله بهذا الصدد في مقال له نشر في صحيفة الأيام في 27 نوفمبر 2004 بعنوان التعامل مع المتغيرات في الواقع السياسي فن. شو يقول سيف بن علي؟ يقول: ومع ذلك فقد لا يتحقق ما تصبو إليه القوى السياسية لأسباب مختلفة، وعندها لن يكون ذلك نهاية المطاف. ولا يعني إن أشياء إيجابية لم تتحقق ذلك إن النشاط السياسي والقانوني ونشر وتعميق الوعي بهما أمور إيجابية لا يستهان بها. وما تعجز، يواصل أحمد الذواذي في هذا المقال، وما تعجز القوى السياسية عن تحقيقه هذه المرة أو هذا العام فقد تحقق ذلك في مرة أخرى أو عام قادم. ذلك مرهون بحسن تخطيطها ومثابرتها واستمرارها في حشد الطاقات والجهود في هذا الاتجاه، وتوظيفها فن التعاون مع المتغيرات وموازين القوى. يقول محمود درويش: نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. شكرا لكم، شكرا لحسن استماعكم. شكرا إلى الرفيق المحامي حسن إسماعيل على هذه الندوة القيمة التي أثار فيها الكثير من المواضيع والتساؤلات، يعني تستحق بالفعل الحوار والنقاش، فمفتوح باب النقاش من أجل استيضاح بعض الأمور. تفضلوا. أبداً ما عندك أسئلة؟ تفضل. أخوي بقول لك، أنت شو توقعات؟ شو توقعاتي بالنسبة حق الوضع اللي جاي قدام؟ يعني وشنو وجهة نظرك لو تطرحها؟ وشنو تتوقع الأيام اللي بتيجي؟ لأن الحين التكاتف مو الأولية، التكاتف الأولي غير والوقت الحاضر غير. وأتمنى أسمع وجهة نظرك يعني بالضبط. أنت طرحت ما قصرت، لكن إن شو تتوقع على الكلام اللي أنت في بالك واللي طرحته واللي قلته؟ بس أنا وجهة نظري أقول شنو وجهة نظرك أنت حين الأيام اللي جاية في الوضع اللي احنا عايشين فيه؟ شكرا أخوي. عندهم القدرة على التحليل لتشخيص المستقبل شنو بيصير فيه، ولكن أستطيع القول بأنه في ظل هاي الأوضاع، شفت أحمد الذواذي استشهدت بما كان يقول، بما كان يقوله في ظل هاي الأوضاع الراهنة. يعني احنا كنا ذكرت أنا من خلال الورقة ان شفت انت وعاصرته شلون النشاط كان موجود مع بداية الميثاق حتى احداث 2011. في تعبير للاحتجاج، كان في تعبيرات للاحتجاج، مسيرات، تجمعات، وكانت الشرطة هي التي تنظم
هذه المسيرة أو هذا التجمع. الآن متوقف الموافقة على، يعني عندنا الحين مثلا مثال مشكلة إصلاح التأمين الاجتماعي التقاعد، الناس ضاجة تشوف وسائل التواصل الاجتماعي متضررة من هذه التعديلات، ما عندهم وسيلة أخرى للتعبير غير وسائل التواصل الاجتماعي وغير تصريحات أعضاء مجلس النواب. لن يكون الكلمة اللي بقولها الآن في عشان المستقبل يكون مشرق مثل ما نص الميثاق، عشان يكون هناك في عدالة اجتماعية، يكون لن يكون تكون هناك قائمة لمجلس النواب بحيث ياخذ دوره واختصاصه التشريعي دون تعديل، دون إلغاء القيود التي فرضت على الحقوق السياسية بما فيها حق تنظيم الجمعيات السياسية، تشفت القيود الموضوعة عليها، دون رفع القيود المفروضة على الحق في الترشح والانتخاب. ربما سائل يقول احنا ايش لنا بالحقوق السياسية، تتحدث لنا عن الحقوق السياسية والحرات، هي مرتبطة حتى نصون حقوق المواطنين الاجتماعية في العدالة الاجتماعية، في السكن، في الصحة، في التعليم، في التقاعد، لابد أن يكون أيضا هناك قوة سياسية تستنهض هذا الحق، قوة سياسية مرفوع عنها القيود المفروضة. حق الترشح مفترض أيضا إلى مجالس النواب ترفع عنه القيود. يعني مثال، احنا عندنا كفاءات المنبر رشحها سقطت، كان ممكن أن تلعب دور داخل المجلس. المستقبل يتوقف على إعادة الأوضاع كما كانت قبل أحداث 2011، بحيث الجمعيات السياسية تمارس نشاطها، تعبر عن رأيها ضمن الاحتجاجات الموجودة في كل العالم، موجودة احتجاج الإطار السلمي، تعمل بوسائل سلمية. فإحنا في انتكاسة تشخيص الوضع المستقبلي، هذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى كذا. مخرج أيضا من المخارج اللي احنا نشوفها واللي هذه، هو يكون في حوار وطني. الجمعيات السياسية سوت حوار يعني مؤتمر حوار وطني أول وثاني، ما في. الآن الجمعيات السياسية رغم أنها هي يعني شو اسمه محتاجة، أنا برأيي، إلى مؤتمر حوار وطني ثالث تناقش فيه الخروج من هذا الأزمة وآفاق المستقبل. فأنا مو من ذاك الخبير اللي باكر أو في المستقبل، وأتمنى أن أنت يعني كان إجابتي شافية بالنسبة إليك. سأل بشأن اللهو، يعني كان مطلب الجمعيات السياسية، القوى السياسية والمجتمع المدني بعد مجيء لهو التجربة البرلمانية، رغم أنه بتكون لنا ندوة في الأسبوع القادم، ولكن بس بنطرح السؤال من باب القوانين. يعني كان يفترض هي كانت القوة السياسية، ومثل ما أشرت في ورقتك العديد من القوانين والتشريعات وإضافة للرؤى اللي طرحها التقدمي، سواء من خلال المؤتمرات أو من خلال الندوات أو الورش اللي نظمها، جاءت بعد أحداث 2011. يعني في الوقت اللي كان يتأمل أن المجلس النواب يتطور ويكون ذو صلاحيات أفضل، يعني أنا أتكلم ما قبل وما بعد، يعني فإذا به المجلس النواب مثل ما أشرت بعد فرقة وأكد يوضع قوانين
تعيق من العمل السياسي وتعيق من تطوير التجربة بما فيها اللي هو موضوع الاستجواب اللي كان فقط 5 إذا به النواب نفسهم يقيدون على روحهم إلى 27 فرد لازم يتقدمون للاستجواب من أجل الاستجواب. يعني وضعوا ودات في مجلس 2014 وضعوا العديد من القوانين مو بس المعيقة إلى التجربة البرلمانية حتى إلى الحريات العامة اللي أشرت لها، حرية الرأي والتعبير، حرية التنظيم، التجمع وكل من هذه الحريات. فإحنا أمام ظاهرة يعني قراءة صدق محكومة بالأمل وبالمستقبل، ولكن الوضع لا زال معقد، واللي عقد أكثر هم النواب. فبالتالي هل هناك أمل في تعديل هذه القوانين أو إلغاها؟ مو بعد تعديل، بعضها يجب إلغاها. هذا تساؤل مالي. شكرا. اي بدون شك انا اقول يعني لن يكون مجلس النواب مؤثرا يمارس دوره، وهو العيب مو في الاختصاصات بس، العيب في طبيعة النظام. يعني وانا وضحت في ورقتي لن يكون مؤثرا مجلس النواب ويلعب دوره الفاعل دون الغاء هذه القيود المتعلقة اللي اشرت لها بالحق في الترشح الى مجلس النواب. وانتم شفتوا هذه القيود يعني في الواقع العملي في الانتخابات اللي طافت، وشفتم شنو نتج عنه وجود المجلس مع احترامنا لأعضاء مجلس النواب الحاليين. يعني أنا أضرب لك مثال، مرسوم بقانون إصلاح التقاعد هذه اللي صدر بموجب مرسوم في غيبة المجلس في إجازته، شرحنا ووضحنا وقلنا في ندوة سابقة هني عيوب هذا القانون وتأثيره على المتقاعدين، خاصة بالنسبة إلى وقف الزيادة. شو يسوي مجلس النواب الآن؟ شنو كانوا يسوون مجلس النواب؟ يسعون إلى أن توافق الحكومة على إرجاع الزيادة لمدة سنة واحدة 3% مقابل، يعني يوافقون على مرسوم بقانون. هذا القانون لا يحتاج إلى أنت ترفضه من الأساس، لأنه لا يعالج العجز الاكتواري بكل بساطة. أغفلوا الأسباب الرئيسية للعجز، وبالتالي كان من مجلس النواب يعرض عليهم يحتاج إلى 21 صوت، 21 عضو يصوت يرفض القانون، يحال إلى مجلس الشورى. حتى لو وافق عليه مجلس الشورى، أنت تتذكرون في الفصل التشريعي السابق كان مثل هذه موجود، وبعدين جلالة الملك أصدر تعليماته ما انعقد المجلس الوطني بحيث أنه يعالجون مسألة العجز، شكلت لجنة برلمانية وإلى آخره. فمجلس النواب مفترض ياخذ دوره. أوكي، احنا مع التعاون مع السلطة التنفيذية، هذا بنص في الدستور، الفصل ما بين السلطات مع تعاونها، لكن مو على حساب حقوق ومصالح الناس، مو على حساب مصالح المتقاعدين. فيعني هذا مثال، أضرب لك مثال على كيف الآن تركيبة مجلس النواب. طبعا جيل شباب موجود فيه وعنده حماس وعنده هذا، بس الأوضاع في الحقيقة يعني صعبة جدا صحيحة. بحسب لقنا في موقف النواب بالنسبة يا تمشونها يا نسحب، هاي يمكن يصير. شو توقع؟ لا، هذه شوف المشكلة تدري في وين؟ المشكلة
في السلطة التنفيذية حين وضعت هذه بموجب مرسوم بقانون. المرسوم بقانون شنو معناته؟ معناته يا تقول يقول المجلس نعم أو إيه، ما يعدل فيه ولا يغير فيه ولا يلغي مواد فيه. مو قضية يعني هو لأنه مرسوم، لو وضعت بموجب مشروع قانون خلال انعقاد المجلس، إن شان كان في مجال لأعضاء المجلس أن يعدلوا المادة المتعلقة بوقف الزيادة، بحيث إن ما تشمل أصحاب المعاشات شنو المحدودة، خلها تشمل. فهي العيبة الآن طرحت أيضا الحكومة مرسوم بقانون، الآن طرحت مشروع قانون في إصلاحات بعد ستة، ها ما أدري شنو قاعد يصير، خبصة صايرة عند الناس. الناس مو فاهمة، أنت تشوف على وسائل التواصل الاجتماعي تصيح الناس، قاعدة يعني واصلة إلى مرحلة كلش يعني محتاجة أن تعبر عن رأيها بطريقة أخرى يعني. فما ممكن في ظل مرسوم بقانون اللي اصدرت الحكومة أن يقدرون يعدلون في الزيادة، يسوونه يعني يخلونه بس على المحدودة أو يخلونها بس لسنة واحدة. حتى القرار اللي صدر من مجلس الوزراء، صدر قرار من مجلس الوزراء إلا معاشهم أقل من 500 دينار بيمشون، طبعا ما مشت للحين، لأن شلون في مرسوم بقانون أنت قاعد تصدر قرار في مرسوم بقانون. أنا يعني كواحد متابع حق المسائل وحق الأدوات القانونية ما يصير يعني، أنا ما أدري شلون يصدر قرار أخوي علي في نفس الوقت في مرسوم بقانون ساري المفعول ما لم يرفضه المجلس، ساري المفعول من كذي ما عطوك زيادة سنة. زيادة ما شملتك السنة، الناس يعتمدون عليها. فيعني ما نهاية هذه الندوة القيمة، نشكر لكم حضوركم ونشكر إلى المحامي القدير حسن إسماعيل على هذه الندوة، ونلتقي بكم في ملتقيات التقدمي. شكرا لكم.